علاقات اقتصادية قوية تجمع مصر وموزمبيق، وتعد انعكاسا حقيقيا لقوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين، والتقارب في الرؤى بين قادة البلدين، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا وآخذا في التزايد خلال الفترة القادمة، فقد شهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من جانب رجال الأعمال المصريين بدخول السوق الموزمبيقية، بما في ذلك شركات كبرى قام ممثلوها بزيارات إلى مابوتو وبدأ بعضها بالعمل في تأسيس مشروعات لهم فضلا عن مشاركة الشركات المصرية لأول مرة في معرض مابوتو الزراعي والصناعي والتجاري الدولي في عام 2019 كما شهد معدل الصادرات المصرية إلى موزمبيق ارتفاعا بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 نتيجة لزيادة الصادرات المصرية من الأسمدة بقيمة تقدر بستة ملايين ونصف مليون دولار كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 10% في عام 2017 مقارنة بعام 2016 وذلك نتيجة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الكيميائية وتعد أهم الصادرات المصرية إلى موزمبيق السكر والأسمدة والحبوب وشهد عام 2019 زيارة لوفد من موزمبيق إلى مصر ضم نحو 13 شركة تبحث عن خلق فرص للتعاون المشترك مع الشركات المصرية في مجالات المعدات وإعادة تدوير البلاستيك والصحة والبنيه التحتيه والتكنولوجيا والصناعات البتروليه والمواد الغذائيه، كما يلعب منتدى الاعمال المصري الموزمبيقي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجاريه دورا هاما في تعزيز التعاون بين البلدين وزياده التبادل التجاري وبحث الفرص الاستثماريه، وتجمع مصر وموزمبيق العديد من الاتفاقيات الخاصه بالتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضه والثقافه والتعليم والسياحه، بالاضافه الى الزراعه والعلوم والتكنولوجيا، حيث تسعى مصر لتقديم خبراتها في مجال البنيه الاساسيه والاصلاح الاقتصادي الى موزمبيق وهو ما يؤكد تطلع البلدين الى تعزيز التعاون لتحقيق الخير للشعبين المصري والموزمبيقي